بين تصعيد أمريكي وآخر إيراني يتأرجح مصير محادثات الملف النووي. تطوراته الأحدث ترسم على ما يبدو لوحة شديدة القتامة عن المنطقة برمتها. سلوك واشنطن مستفز لطهران تقول هذه الأخيرة، وتؤكد أن خطط الولايات المتحدة وإسرائيل لن تفضي إلا لمزيد من التوتر، ذلك تعقيبا على استراتيجية يصوغها البيت الأبيض ضد طهران يريد الرئيس بايدن زيارة إسرائيل بخصوصها. واشنطن وإسرائيل تسعيان إلى إرساء أساس لتحالف أمني مع دول عربية، تحالف يربط أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية الموجهة في المنطقة. وما ذاك بالنسبة لإيران إلا بث للتفرقة بين دول المنطقة وتهديد ضد الأمن القومي والإقليمي يستدعي التأهب. على صعيد موازن لهذه التطورات، تطورات أخرى في الملف ذاته تعزز خلاف الأطراف في الاتفاق النووي. طهران عازمة على مواصلة طريقها في تجاوز خطوط حمراء رسمها اتفاق عام 2015 وتفاهمات لاحقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التقرير الأحدث للوكالة يضع إيران مجددا في خانة الاتهام. تحت هذه الأرض ومن منشأة فوردو تحديدا يزيد الإيرانيون من نشاط تخصيب اليورانيوم وباستخدام أجهزة متطورة ودون أن يبلغوا عن نشاطهم. وفقا لتقريرها الأخير، فإن هذه الأجهزة ستعطي إيران أريحية أكبر في السرعة والسهولة للتحول إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء. ليس ذلك فحسب، بل تخصب إيران في مواقع أخرى بمستويات نقاء أكبر تصل إلى 60%. خطوات إيران هذه هي الأوضح في تجاوز التفاهمات الدولية حول نشاط الإنتاج النووي، وهو ما يقول مراقبون إنه يعمق الهوة بين الإيرانيين والأمريكيين ومعهم أطراف الاتفاق، ويزيد المشهد تأزما وضبابية.